سنة وانتوا طيبين. بصوا يا جماعه، انا مش عارف افتحكم ازاي، مش عارف ابتدي معاكم منين، لان الحقيقه لغايه اللحظه دي انا مش مصدق. يا ترى انتوا هتصدقوا؟ بصراحه يا جماعه انا عمري ما اتكلمت عن نفسي، بس اللي هيحصل النهارده هضطر اقول ان انا جامد. شايف نفسك وبحلو علينا، فاحنا اللي زرعنا المكرونة في الجنينة. NBC مصر، رمضان يجمعنا.